مشاهدينا، للمرة الأولى في المنطقة تعمل لجنة سباقات الهجن على نظام إلكتروني مميز مع شركة متخصصة بهدف تحسين الخدمات المقدمة والأدوات المستخدمة وتطوير تكنولوجيا المعلومات في إدارة وتنظيم هذه الرياضة المميزة. للمزيد من المعلومات معنا في الاستديو السيد حمد بن علي الجرح، مشرف مدير المشروع وأيضا مشروع لجنة سباقات الهجن في النظام الإلكتروني. حياك الله يا أبو علي معنا في استديو رمضان مبارك، ويا مرحبا ومسهلا بك، ونقول لك مبارك عليك ما تبقى من الشهر، وأيضا عيد الله عليك مبارك. الله يحييك ويبارك في عمرك ومبارك للمشاهدين، نقول الله يتقبل طاعتكم يا رب العالمين. يا مرحبا يا حمد. الله يحييك ابو سامي. ابو علي، لو تحدثنا في البدايه عن هذا النظام تحديدا. والله النظام هذا مثل ما تفضلت نظام اول مره في المنطقه. نظام طال عمرك يرتقي بهذه الرياضه على مستوى الرياضات الاخرى اللي احنا تعودناها في منطقه، خصوصا في بلدنا قطر. يعني كل شيء عندنا تطور، كل شيء تحسن، كل شيء صار يعني على مستوى الدول، على مستوى العالم. عندنا الحين رياضتنا هذه رياضة الآباء والأجداد، كل شيء متوفر فيها. الله يطول عمر حكومتنا اللي قصرت وفرت لنا وسهلت لنا كل شيء. جات الفكرة هذه في بالي على أن النظام هذا نطور. فكرتك أنت. نعم الله يسلمك. فكرة نحن نرتقي بهذه الرياضة لمستوى الرياضات الأخرى. ما قلنا تسجيل، ودنا نتكلم عن توقيعكم مع شركة لتنفيذ هذا المشروع. والله احنا موقعنا مع مثل ما شفناه في الصور، كان في صورة من احنا طال عمرك طلعت الصورة. نعم. طلع فيها سعادة الشيخ حمد بن جاسم رئيس اللجنة، ومع اخونا جاسم المنصوري رئيس التنفيذي لشركة اي هورايزن، هي الشركة اللي تم اختيارها لتنفيذ هذا المشروع. نعم. وان شاء الله نقول لها الشركة هذه ان شاء الله كفو للمشروع هذا، وان شاء الله بتقدمه بالطريقة اللي احنا متصورينها. نعم. زين ابو علي، قبل لا يدهمنا الوقت، طبعا تحتاجون موظفينهم يسوون النظام حق السيستم حق تدخيل المعلومات والبيانات. دربتوا حد؟ جبتوا حد؟ احنا في البدايه بيكون في تعاون كبير بيننا وبين الشركه المنفذه، هي اللي بتكون قائمه بالاشياء هذه، بجانب ان اللجنه بتكون مشرفه، وموظفينها هم اللي بيحاولون يمسكون المشروع على خطوات. ومن ناحيه التدريب بيكون فيه وقت تدريب الملاك الهجن اللي يبغون يتعلموا، مع ان الشيء هذا بيكون سهل ان شاء الله. بيكون على الموقع نفسه بيكون فيه فيديو شرح شنو خطوات التسجيل، بالاضافه اذا المنشورات البروشورات والاشياء هذه بتوزع في البروشورات، بالاضافه اذا مركز بيكون مركز متواجد في مكان اللجنه لخدمه للملاك الهجن اللي يبغون يتدربون. هذا بيكون في مدربين مخصصين فيهم، يعني كاستمر سيرفيس، خدمه العملاء للشركه. الاضافه هذا اذا جاء ايام التسجيل، ايام تسجيل السباق، بيكون في طال عمرك مثل السباق الجاي ان شاء الله. احنا الحين نروح موقع الشركه يمديكم السباق؟ ما اعتقد يا حمد، لان الوقت احنا ما يهمنا. اعتقد سباق مستشار يمديكم. احنا ما يهمنا متى طلعنا على، يعني احنا يهمنا الجوده، نطلع بجوده صح. عاليه. انا ايدك الجوده طال عمرك اللي الجمهور كلهم يطالبون فيها ويبغونها. بالضبط، لان هذا مشروع الاول من نوعه في هذه الرياضه، في هذا المجال، يبغى له وقت لين ما ان شاء الله يطلع بالصوره اللي ان شاء الله. الله يوفقكم. الله يوفقكم وبيض الله وجيهكم، وان شاء الله باذن الله يجي اليوم اللي نجيكم فيه ونشوف تدشين رسمي لهذا المشروع. ونسجل هجن انا وياك ان شاء الله. مو غلط على قولتك. بس بنقول للملاك انه بيكون ان شاء الله ايام التسجيل، اذا كنت بتكلم عنها، ايام التسجيل بيكون فيه نفس الرد، نفس الكول سنتر. يعني مجرد ان الواحد بيسجل الحين ما شاء الله في كول سنتر بعد. في كول سنتر خدمه للمشاركين، اذا واجه اي شيء في التسجيل يرد، يتصل فيه يرد عليه الموظف على طول، يوجه بالطريقه الصحيحه. الله يوفقك. والله يا ابو علي.